سلام، أنا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلى على النبي ويلا نبدأ. سلام، أنا اسمي جواهر وعمري 13 سنة، واليوم راح أحكي لكم قصتي. أنا أحب ألعب روبلوكس، وأغلب أوقات فراغي بلعب روبلوكس. بس بالبداية ما كنت شاحنة، وكان هذا الشيء عادي بالنسبة لي، وكان عندي صديقات في اللعبة، وكنت أعتبرهم البست أكثر من صديقاتي يلي بالواقع. هم كانوا اثنين، نور وغلا. نور كانت مو شاحنة مثلي، وغلا كانت شاحنة، بس يعني هي شحنت مرة واحدة، يعني بس شحنت 50 روبوكس لمرة واحدة، واشترت ملابس، يعني مو كثير. المهم كنا دائما مع بعض، وكان عندنا جروب في السناب شات. كنا في الجروب هذا نسولف ونتفق متى ندخل مع بعض، متى نلعب، وناخذ يعني آراء بعض بأشياء كثيرة، ونسولف يعني زي صديقات، حتى كنا نسولف مكالمات، وكمان نتفق قبل ما ندخل اللعبة، نتفق بعدين ندخل، عشان أنا وقتها ما كنت أحب ألعب لوحدي، هم كمان كان لازم دائما نتعودنا إنه نلعب مع بعض. وإحنا مو ساكنين بنفس المدينة، بس كلنا كنا من جنسية واحدة. المهم بيوم من الأيام، كان وقتها أيام الاختبارات النهائية، وأمي قالت لي إذا نجحتي وجبتي ممتاز بجيب لك اللي ودك فيه، يعني قصدها هدايا وزي كذا. وأنا تحمست مرة، وكنت واثقة إني بجيب ممتاز، لأنه الحمد لله دائما كنت أجيب ممتاز، لأنه دائما كان الدراسة أحطها من أولوياتي، يعني أكثر من اللعبة. يعني وقت المذاكرة مذاكرة، وقت اللعب لعب، يعني كنت يعني أحدد أوقات محددة ألعب فيها. طبعا مو كل وقتي كنت ألعب روبلوكس، لا، كنت أذاكر وأركز على دراستي وزي كذا، وما شاء الله يعني كنت دائما أجيب ممتاز. وبعدها صرت أفكر وش أطلب من أمي إذا نجحت، فجاء في بالي إيش؟ روبوكس. ورحت قلت لأمي إني أنا أبي روبوكس إذا نجحت، وقالت أبشري. وأنا انبسطت مرة، والحمد لله عدى الأيام الاختبارات، واختبرت وجبت امتياز مع شهادة تقدير، لأنه هذه المرة شديت حيلي مرة، وأمي انبسطت وسوت لي كمان حفلة، وشحنت لي 5000 روبوكس، وقالت لي كل ما تبين بشحن لك بين فترة وفترة، ما يصير إني أشحن لك مرة كثير، لأن أشحن لك بين فترة وفترة يعني عشان ما يعني أدمن الشحن. وانا مرة فرحت، ورحت ركض على الجروب وجروب صديقاتي في سناب شات، وقلت للبنات السالفة ان امي شحنت لي بمناسبة نجاحي، ومرة فرحانة، وتوقعت انهم بيفرحوا لي ويباركون لي. بس اول سؤال غلا قالتها لي كم شحنتي؟ وقلت لها كم، اني شحنت 5000 روبوكس، وقالت ما شاء الله مبروك، واضح بدون نفس يعني قالتها. وهي يعني بالعادة إذا هي تبارك لي، أنا أعرفها يعني نحن نعرف بعض يمكن 9 أو 8 شهور، قالتها مبروك وطلعت على طول ولا قالت شيء ثاني. ونور شافت وما ردت، قلت أكيد مشغولين. مرت يوم يومين وما حد صار يسولف بالجروب، يعني الجروب صار مهجور. وأنا خلال هاليومين سويت لي سكن، وشريت النجمة في ماب البيوت، وشريت لي أسلحة، يعني أنا انبسطت، ما حبيت إني أزعل، أو يعني ما جاء في بالي انهم تغيروا علي، جاء حسيت انه يعني جاء في بالي انهم مشغولين، يعني اعتذر لهم اعذار، كان ما كنت ودي افكر بهذا الشيء. المهم اني انا يعني صرت العب لحالي بروبلوكس وزي كذا. بعد مرت الايام وما بقى شيء من الروبوكس الا 2000 او اقل. بعدها البنات ارسلوا بالجروب بنفس الوقت، يعني كانوا ما حد يسولف في الجروب بنفس الوقت، جاء رسالتين من نور وغلا، وكانهم كانوا يسولفون بالخاص، بعدين جاء كلموا وقالوا واو يا جواهر السكين يجنن، وانا فرحت انهم رجعوا يكلموني، وقالوا ايش رايكم نطقم انا وانتي ونور. غالة قالت زي كذا ايش رايكم نطقم انا وانتي ونور، وانا قلت ايوه حماس يعني نطقم. بعدين غالة قالت بس المشكلة ما عندنا روبوكس، وحطت ايموجي اللي يبكي، ونور حاطة قلب مكسور. وانا وقتها زعلت عليهم، طبعا زعلت عليهم لانهم كانوا بودهم انهم يشحنون، بس ما يقدرون لانهم ما يقدروا يشحنوا، وكانوا يحطوا ايموجيات حزينة وانهم ما يقدرون يشحنون من هالكلام. فانا ايش قلت؟ قلت كل وحدة بعطيها 1000 روبوكس، طبعا انا قلتها بحسن نية، وحطوا علامة تعجب انهم مصدومين، وقالوا ترى احنا مو شحاتين. وطبعا انا مو قصدي كذا اصلا، مرة يعني مو قصدي كذا، واضح اني انا قصدي عشان يعني افرحهم. مرة تغيروا، اول قبل ما اشحن ابدا ما كانوا كذا، كنا دائما نفهم بعض ودائما ناخذ رأي بعض، ولا أحد غلط على الثاني، بس فجأة تغيروا بعد ما شحنت،
وقالت غلا طيب دام انك مصرة، اني انا اصلا ما اصرت، قلتها مرة واحدة، قالت دام انت مصرة عشان ما نفشلك ارسلي لنا ونسوي سكن. وانا ابدا مو قصدي كذا زي ما قلت لكم، بس قلت ما اكبر السالفة وامشيهم، وارسلت لهم يعني تبرعت لهم 1000 روبوكس. وبعد كم يوم طقمنا بالسكن، بس الشعر مثل يعني طقمنا زي كذا يعني زي الصديقات، وصاروا ما يلعبون معايا دايما، اشوفهم داخلين بس يعني اشوفهم اونلاين بس ما يكلموني او ما يكلمون في السناب كالعادة، لانه اول كنا قبل ما ندخل كنا نقول لبعض وندخل، بس هذه المرة يعني هذه الايام يعني هذه المرة يعني بعد ما شحنت لهم تبرعت لهم ما صاروا يدخلوا الجروب ابدا. يعني لما ادخل روبلوكس اشوفهم داخلين ما بالبيوت مع بعض مثلا، واذا دخلت ادور عليهم بكل مكان وما الاقيهم. وبعدين اكتشفت انهم يتهربون مني، يعني شفتهم بعدين فجأة اختفوا، واكيد يتكلمون بالخاص. مرت شهر يمكن وعلى هذا الحالة اشوفهم داخلين وادخل عليهم يتهربوا مني، يعني سووا هذه الحركة مرة ومرتين وثلاثة، يعني مو كل مرة يعني اجيب لهم اعذار. مرة اولى قلت لا ما شافوني، مرة ثانية اقول يمكن ما انتبهوا، بس لا بعدين اتأكدت انهم قاعدين يعني يتهربوا مني. والجروب صار مهجور يعني شهر كامل ما حد يتكلم فيه، وانا قررت اسحب نفسي واطنشهم. وخلال هالفترة امي شحنت لي مرة ثانية، ورحت غيرت سكني عشان ما ابغى اصير يعني طقم معاهم، غيرت سكني وشريت الرجل الغالي، وكنت متقصدة اشتريه مع اني انا في مكان ابيه، بس كده اشتريته عشان اعرف انهم راح يرجعون ويتكلمون معايا، يعني ابى اسوي تجربة اشوف اتأكد من ان هم من جد استغلاليين ولا بس هذا تفكيري. المهم رحت اشتريت، وأول ما اشتريت الرجل الغالي بنفس اليوم بنفس الوقت اتكلموا في الجروب اللي كان مهجور أكثر من شهر، وقالوا مبروك الرجل يا جواهر، اشتقنا لك، وينك من زمان. وأنا وقتها تأكدت إنهم استغلاليين ويحسبوني غبية مثل المرة الأولى، وأنا شفت الرسالة وقلت خليني أعطيهم على جوهم، يعني أسوي نفسي إني أنا زي أول. وبعدين سولفنا شوي، وكل السوالف كان عبارة عن انهم يقولوا انه حلمهم الرجل الغالي ويا ريت يكون عندهم وكلام كثير. وانا قلت ان شاء الله تجيبوها، الله يرزقكم وتجيبوها. وقالوا لي كم عندك روبوكس، وانا قلت عندي كثير، وانا اصلا ما عندي شيء خلصتهم كلهم. بعدين قالوا ايش تبرعيننا زي اول عشان نطقم نفس الرجل. وبعدين قلت مو على اساس انكم مو بشحاتين، يعني قلتها بأسلوب استفزهم. بعدين صاروا يسبوني وقالوا انهم ما يبغوني، طلعوا كل اللي في قلبهم، وقال انهم ما يبغوني من زمان وعندهم جروب جديدة وشلة جديدة، ووروني جروباتهم وحسبوني اني راح انقهر او ازعل. بس انا كنت اضحك، يعني اضحك لاني انا اصلا عرفتهم بحقيقتهم. ضحكت وطلعت من الجروب وبلغتهم من كل مكان، ولا سبيتهم ولا هاوشتهم، بس ضحكت عشان اقرهم انا كمان. ضحكت وطلعت من الجروب وبلغتهم، الحمد لله انهم بانوا على حقيقتهم. والله قبل ما اشحن كانوا مرة طيبين، يعني كانوا يعني كنا صديقات بحياتهم، ما كانوا حاقدين او غيورين، بس بعد ما شحنت تغيروا، ما ادري ليه صراحة، ما فهمت صراحة انا، يعني صراحة ما فهمت، يعني حسبي الله عليهم والالفين بخلي لهم صدقة. وبس كان هذا قصتي. والله يا جواهر المفروض انت ما تستغربي، لانه الاغلبيه كذا في روبلوكس اذا انت شحنتي خلاص انت راح تصيري انسانه متكبره، فاحنا راح نصير متكبرين قبلك وراح نتغير قبلك عشان انت ما تتغيري علينا. ما ادري ليش، لانه في كثير اذا شحنوا تغيروا، يعني انا شفت كذا ناس، والناس صاروا يفكروا كذا، فهم ما ادري صراحه وش تفكيرهم من بر صديقاتك، فالله يعوضك بصديقات احسن منهم، وما يستاهل صراحة اللي تبرعتي لهم. بس زي ما قلتي انت صدقة، فخليها صدقة زي ما تحبي، والله يعوضك ان شاء الله. وانتبهي من صديقات السوء، يعني 8-9 شهور مو قليلة، فما ادري صراحة ما ادري ايش اقول. وبس لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الانستغرام. وإذا عندكم أي قصة جديدة وطويلة ارسلوها على الانستغرام، وإذا عندكم أي أفكار جديدة كمان ارسلوها علي على الانستغرام. وبس أحبكم، باي.